تعال بقى نروح لإيه؟ لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء. المجلس نشر تقرير معلوماتي بيتناول صناعة الإلكترونيات في مصر. طيب، في 3 شركات عالمية، هم إيه؟ أيوة، نوكيا وأوبو وفيفو وسامسونج، صح كده؟ وسامسونج، واحنا كنا بنتكلم في الموضوع ده لسه من كام يوم مع رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب. نحن ننتج، أو بالأدق نحن بدأنا في إن احنا ننتج هذه الأنواع الثلاثة أو هذه الماركات الثلاثة من التليفونات عندنا في مصر. استثمارات 2 مليار، طاقة إنتاجية سنوية قد إيه بقى يا مولانا؟ 20 مليون جهاز محمول. الحمد لله والشكر لله وما شاء الله والله أكبر. التقرير بتاع مركز المعلومات تابع لمجلس الوزراء بيقول إيه؟ ده بجانب لإنتاج مصنع لشركة أوبو بتكلفة 20 مليون دولار. ده لوحده، أوبو ده طاقته الإنتاجية السنوية 4.5 مليون وحدة، أوبو بس. يبقى أنا عندي نوكيا فيفو، عندي أوبو، عندي سامسونج، حاجة عظمة جدا أظن يعني. والدولة خدت مجموعة من القرارات أو التشريعات المتعلقة بتسهيل صناعة الإلكترونيات في مصر، وبتديلها إعفاءات رسوم التنمية وما إلى ذلك على مكونات الإنتاج اللي هتخش عشان تنتج هذا المنتج عندنا، هذا التليفون، هذا الجهاز ينتج عندنا. بغرض إيه؟ تشجيع هذا النوع من الاستثمار. معانا على التليفون دكتور ريم إبراهيم، مدير عام البحوث والتصميم بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. إيه الفتوح ده كله يا فندم؟ تسمح لي كده أقول لحضرتك في الأول وللسادة المشاهدين، رؤية الدولة من الأول وصولا لهذا الإنجاز إن إحنا بقينا في مركز إقليمي لصناعة وتصميم الإلكترونيات. قولي لي يا فندم أرجوكي. يمكن الأول، صناعة الإلكترونيات تعتبر من أهم الصناعات عالميا. ليه؟ حجم السوق بتاعها بيصل ل 3 تريليون دولار أمريكي، وده طبعا دراسة 2020. كثير من الدول اللي اعتمدت في نجاحها وقصص السوري بتاعتها كالصين والبرازيل وماليزيا، ودي اهتمت بتطوير الصناعات الإلكترونية كاهتمام أولي ورئيسي لعملية التنمية. تعالى يعني نشوف بقى مصر عملت ايه. اوكي، بدايه من رؤيتنا في 2016 الاجنده الوطنيه لرؤيه مصر 2030. اهم حاجه كانت بالنسبه لنا تحقيق مبادئ واهداف التنميه المستدامه. اهم هدف فيها المكانه الرياديه اللي احنا دلوقتي بنتكلم عليها النهارده، وبنتكلم عليها من خلال مجموعه من الشركات هنشوف ليه برضو التصنيف الالكتروني ده ليها. المهم، الاهداف التنمويه واهداف الدوله، وبالذات بعد ما حسينا علاقاتنا الحمد لله بافريقيا، فكان من اهم الدفع عمليه الانتاج دعم تعزيز الشراكات الاقليميه والدوليه. اللي احنا شايفينه النهارده، هتلاقي حضرتك معانا في كوريا الجنوبيه، معانا في فنلندا، معانا في الصين، كل دي شراكات عالميه، شركات متطوره تكنولوجيا وهتقدر ان هي تعمل اضافه على الاراضي المصريه. حلو. زي ما حضرتك تفضلت في الاول وذكرت موضوع الاستثمار، اهم حاجه لتوطين صناعه الالكترونيات هي عمليه الاستثمار. طيب، الدوله اخذت خطوات ايجابيه، عملت على اصدار تشريعات وقوانين بتقدم من خلالها الضمانات والحوافز علشان نجاح الاستثمار وعشان تحافظ على حقوق الناس اللي جايه تستثمر خارجيا لمصر. زي ما حضرتك تفضلت، وبرده التشريعات والقوانين للاحصاء الضريبي على بعض الانشطه طبعا والفترات الزمنيه بارباحها مثلا، بحيث انها تسهل جذب الاستثمارات. حلو. مش كده بس، لموقع مصر الاستراتيجي، وجود قناه السويس، العمل على كثير من المحاور زي محور السخن الدخيله، ده كل ده بيسهل عمليات النقل. اهم واعظم حاجه طبعا البنيه الاساسيه،
وده طبعا كلنا شايفينه كمواطنين، اللي هي الانجازات اللي حصلت بالارتقاء بشبكات الطرق والكباري. عارف حضرتك دي لوحدها نقلت في التصنيف المصري لجوده الطرق 85 مركز مره واحده من 113 ل 28. تقريبا 90 مركز. نعم يا فندم؟ 90 مركز. مركز عالميا في 2020، ده كله نتيجه الانجازات اللي احنا. طب ده كله ليه؟ علشان تطوير الصناعات عامه والصناعات الالكترونيه. زي ما قلنا من اهم الصناعات اللي احنا شايفينها صناعات الهواتف الذاتيه، دي صناعات اهم حاجه الالياف الضوئيه. فدي من الصناعات المهمه جدا لازم نبقى عارفينها انها دي على طريق تطور. بمعنى ان اهم قطاع علشان يتطور على اساس كافه الصناعات هو قطاع الاتصالات. حضرتك طورت قطاع الاتصالات، طورت خدمات الاتصالات، قدرت ان انت تطور العمليه الانتاجيه في اي مصنع او في اي جهه انتاجيه. طب دكتور ريم، الاتصالات ايوه ده اللي انا عايز بقى كنت اسال عليه يا دكتور. يعني هل انا اقدر اقول النهارده ان مصر فيها بنيه اساسيه متكامله لصناعات الالكترونيات والتكنولوجيا بشكل عام؟ ده حضرتك واضح من التقرير اللي مكتوب. احنا حلو. بدا يتم تشغيل مصنعين لانتاج الالياف الضوئيه. الالياف الضوئيه دي بتعمل ايه؟ ما هي البنيه التحتيه للاتصالات اللي هي بتدي لحضرتك حاجه اسمها الباند ويت، يعني بتنقل داتا عاليه وبكفاءه عاليه، فبالتبعيه تدي لحضرتك انترنت اسرع. ده يفيدني في ايه؟ ده يفيدني في عمليات التحول الرقمي اللي انا شغاله فيها على مستوى الدوله كلها. عايزه اعمل حوصله اتحاديه، عايزه اخزن معلومات، عايزه اعمل تطبيقات انترنت الاشياء. يبقى انا كده انا بأدعم هذه الصناعات. ده من خلال طبعا البنيه التحتيه. انا عندنا حاليا بنيه تحتيه قويه من خلال صناعه الالياف والمصنعين الموجودين دول طبعا. عظيم. طبعا بالاضافه الى اهتمام العديد من الصناعات الثانيه زي ما حضرتك شايف كده التطورات العالميه اللي حصلت فجاه كده على بعضها، يعني احنا مشيت في التنميه بتاعتنا فوجئنا بوجود الكوفيد 19، فوجئنا بالحرب الروسيه الاوكرانيه، كل ده عمل تضخم عالمي اثرت على سلاسل الامداد. بقى عندك مشكله، ما فيش قدامك حل غير الصناعه الوطنيه. اصل هي معادله بسيطه جدا، صناعه يبقى عندي انتاج، هلبي احتياجات السوق، هصدر، هقلل الواردات. اهم نقطه تقليل الاعتماد على العمله الاجنبيه. طب انا عندي سؤال اعتقده مهم يا دكتور واتمنى الاقي اجابه. هل انا، لانه حضرتك ذكرتي بقى مساله ازمه كوفيد 19 وما الى ذلك، هل انا في مصر اقدر اعمل او اصنع رقائق الكترونيه بحيث ان انا ما اتحطش تحت وطأة زي اللي اتحطيت عليها، اتحطيت في سبب بسببها في وقت كوفيد 19؟ الرقائق الالكترونيه زي ما حضرتك عارفه اكتر مني بمراحل وقفت الصناعه في العالم. تمام. هل احنا نقدر نعمل ده او هل احنا بنجهز لده بمعنى ادق؟ مشكله الرقائق الالكترونيه دي مشكله عظيمه جدا، تصاعدت في خلال ما حضرتك اتفضلت وقلت ساعه كورونا. دي اثرت على خطوط الانتاج ووقفت صناعات قويه جدا زي قطاع السيارات، اصلا ما بقاش موجود الرقائق الالكترونيه الوحده الاساسيه. طب هل انا قادره على تصنيع رقائق الالكترونيه؟ ده محتاج قرار استراتيجي زائد استثمارات هتصل مع حضرتك ل 20 مليون دولار. ده عشان تستثمر. طب انا بعيده؟ لا احنا مش بعيد. بمعنى ان حضرتك عندك 20 شركه في مصر قادره على التصميم المحلي والعالمي، هي اللي بتعمل التصميمات وتبيعها لشركات في الاخر. الشركات بره مصر. حجم الصادرات في 2020 وصل اكثر من 130 مليون دولار، ده فقط من عمليات التصميم. محتاجين تشريعات طبعا هتساعدنا في الموضوع ده. صح. حاسب ضريبي كثير من محتاجه نوع من بناء القدرات والكوادر الفنيه في التخصص نفسه، محتاجه العديد من الاجراءات عشان حضرتك تصنع رقائق. لازم تعمل حاجه اسمها مسابك او فاد. دي جوده تكنولوجيا الانتاج بتاعتها مؤمنه باعلى درجات التامين والسريه، اهم حاجه السريه. كمان مملوكه شركات عديده جدا، هتلاقي حضرتك مثلا سي ام سي، تي اس ام سي، سامسونج، انتل، اللي هي شركات عالميه
هي اللي معاها القدرات البحثيه والقدرات الانتاجيه للحاجات دي. الماكينات كمان المستخدمه بتحتاج وقت التصنيع حديثه، بتستخدم تكنولوجيات تصنيعيه كبيره، في قيود واجراءات لاستيراد المكونات، اجراءات في بعض المعوقات الكثيره اللي بتقابلنا، لكن حضرتك مش بعيد باذن الله. باذن الله بإذن الله إن شاء الله مش بعيد، وإن شاء الله قريبا. أنا أشكرك جدا يا دكتور ريم، كل الشكر ليك دكتور ريم إبراهيم، مدير عام البحوث والتصميم بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.